زغوان هذه المدينة الهادئة تربض في سكون دائم شمال تونس، تعانق منذ زمن بعيد ربوة هذا الجبل الذي جاد عليها باسمه ومنحها خيرات حسانة. منابع الماء التي لم تنضب في باطن جبل زغوان ثبتت المدينة اليوم بين أسطر التاريخ وجعلت منها معلما ثقافيا عبر الزمن. سكان المدينة القدامى أحبوا الماء فعشقوه حد القداسة، إلى حد بناء معبد المياه الروماني هذا الذي يعد الأشهر في العالم. في نفس الفترة أو بعد إنشاء الحناية ببعض السنوات تم تطوير منطلقة للحناية اللي هو عين مياه جبل زغوان، اختيارها لعين زغوان لأنها كانت تعطي ماء بصفة مستمرة على طول السنة مقارنة بالعيون تاع شمال تونس أو حتى بلاد تونسية ككل. وجاء إذن دونك مع تدشين الحناية بناء هذا المعبد، بناء وتطلب مجهودات كبيرة خاصة أنه مبني على سفح جبل. في القرن الثاني ميلادي شيد الرومان الحناية لنقل الماء من عيون زغوان العذبة إلى مركز الحكم في قرطاج على مسافة 130 كيلومترا في معجزة هندسية شاهدة، ثم أتم الرومان بناء هذا المعبد تقربا للطبيعة وفق معتقداتهم بعد قحط أصاب البلاد لخمس سنوات متتالية. ضيف آلهة الماء لدى الرومان نبتينا ساكنة البيت المقدس في المعبد ما زال يحوم هنا بين الأعمدة، يرحب بزائريه، يشهدهم على صنع تاريخي عظيم ويروي لهم علاقة فريدة بين الطبيعة والقداسة. المحراب والأحواض والرواق حيث كانت تقام الطقوس جميعها اليوم ذات لسان مبين تحكي كيف قدس الناس الماء فروضوا الطبيعة تيسيرا لشؤون حياتهم. مدينة زغوان ما كانتش عندها الأهمية في مستصف القرن الثاني أنها تبني معبد بهذه الأهمية، ثم علاقته بالحناية كان في مشروع مكتمل اللي هو بناء المعبد، حمل المياه ونقلها إلى قرطاج، وفي علاقة كذلك في قرطاج في علاقة بسهاريج المعلقة وحمامات أنطونيوس اللي هو زاده كان من أكبر الحمامات الرومانية في ذلك العصر في شمال أفريقيا بشكل عام. في نفس محيط المعبد الذي بات معلما ثقافيا عالميا تتباهى به تونس اليوم بين حضارات المتوسطة، تم اكتشاف معبدين صغيرين آخرين ينتظر أن يتم فتحهما قريبا أمام رواد المكان. أنت هنا في حضرة آلهة الماء نبتين، أنت هنا في ظل عرش الإمبراطور الروماني أدريانيس، أنت هنا شاهد على فعل تاريخي عظيم، أنت على خطى الناسك المتعبد المقدس للماء. يحدث هنا أن يذبح الأب ابنه قربانا، يحدث أن تبذل الطقوس، كل الطقوس ترويضا للطبيعة. رضا التمتام، الجزيرة، من معبد المياه الروماني بزغوان تونس.